معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات سيد كامل حساني. مرحبا بك استاذ كامل معنا. ما الذي اراده اذا مجلس النواب من قراره الغاء مكاتب المفتشين العموميين؟ موضوع مكاتب المفتشين العموميين انا ما ادري صوتي يتكرر، يعني هل عندك يتكرر؟ ما الصوت نسمعك بوضوح وستحل المشكله ان شاء الله، تفضل. نعم، موضوع المفتشين العموميين هذا موضوع يعني حرف منظومه المفتشين العموميين بعض الدول الناجحه مثل امريكا وبعض الدول الغربيه لها اليات عمل تختلف عن العراق. المفتش العمومي من اسمه مفتش وكانه هو رجل البوليس، تحول بالمنظومه العراقيه الى عنصر للابتزاز والرضوخ لاصحاب الاوامر ولاصحاب القرار الحكومي. لم يعد مفتشا وانما هو كانه مثل الباحث والبوليس السري والعلني، يفشل ويتصرف لليمين او لليسار بلا حساب ولا كتاب، مع وجود الامر اللي صدره السفير بريمر الخاص بتنظيم مفتشين عمومين، ولكنهم تجاوزوا الان، هم مسيطرين على الصغيره والكبيره بدون تحديدات، بدون منظومات، بدون تعليمات. والأسوأ من ذلك أنه تم تعيينهم بناء على حصص للعصابات وللميليشيات وللأحزاب وللحركات، وانتهت إلى تجربة فاشلة وصارت بالعكس عقبة ضمن المنظومة الحكومية والإدارية للدولة العراقية. أنا أعتقد انه منظومه مكافحه الفساد اللي هي النزاهه والمفتشين العموميين جرى تحريفها بسبب عدم ملائمتها للمنظومه الاداريه والحكوميه والقانونيه والقضائيه بالعراق. والان هي صارت جزء من الفساد وليس واحده من الحلول. طيب النائب محمد السوداني قال ان اسماء مرشحي الوزارات الشاغره ستعرض هذا الاسبوع وسط هذه يعني وسط هذه الخلافات، هل يمكن استكمال الحكومه حسب رايك؟ والله موضوع الحكومه يعني هو حصص وتوافقات، والعمليه الاجراميه في العراق يعني بالتحديد من 2008 وصعوده جرت كلها بالتوافق، التوافق الوطني خلينا نسميه المحلي العراقي، والتوافق الاجنبي الايراني الامريكي. وماشي هكذا المجموعات الان اصحاب النفوذ في العراق والاحزاب والحركات وميليشياتها ودرعها العسكريه الان تعرف، ومثل ما تفضل هادي العامري قال احنا كنا في مركب واحد. نعم، العمليه الاجراميه في العراق هي توافق ومحافظه ويجب ان تمشي هكذا بالتوافق. ولكن كيف تقرا هذا التحذير لشركائي في العمليه السياسيه، اما النجاح واما الذهاب الى المجهول؟ ها بالضبط، هم يسمون انه علينا ان نتستر على بعضنا البعض، والا يعني اي كسر في هذا المركب معناها الكل سيفضح الكل. يعني هي هذه الصراحة وصادق من حيث قال احنا في مركب واحد، لان يعني الكل متورط بالعمليه الاجراميه بما فيها المرجعيه الدينيه او المراجع الدينيه، الان تورطت والان عندها منافع وعندها مشاريع عمل وعندها امتدادات داخل العراق وخارج العراق. يعني يصعب بعد انه يكشفون زاويه من الفساد والاجرام بالعراق، وبالتالي كل متورط يعني السلطات التشريعيه التنفيذيه وحتى السلطه القضائيه ومراجعها الدينيه الشيعيه والسنيه. ايضا في هذا السياق تحالف سائرون اشترط على ميليشيا بدر الحصول على منصبي امانه الوزراء والبنك المركزي مقابل وزاره الداخليه، الا اندرج ذلك ضمن الابتزاز والفساد في المشهد السياسي في العراق؟ والله هذه
هذه هي الصورة يعني الطبيعية. علينا أن لا نستغرب من هذه الطلبات وهذه المحاصصة العلنية المكشوفة. يعني هو لو أكو منظومة قانونية وقضائية للمحاسبة الصحيحة، هذه جريمة بحد ذاتها. هذا صار طبيعي، أنه الكل يتحدث عن الحصص والتوافقات يعني نسوا أنه هذه كلها هي المسؤوليات، نسوا موضوع المسؤوليات. تخيل الوضع بالعراق، يعني هي أمارة بغداد، بغداد منكوبة والأمين عليها مسؤولية، يعني بغداد في كارثة. كيف يعتبرها هي قصة أو حق المنصب؟ يعني بلا مستحى صار الكلام. شكرا جزيلا كامل واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات سيد كامل الحسني.